ما الحكم في الموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الذي هل يجب غسله 7 مرات لهن بالتراب أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل أو يشرب فيها الكلب فقط؟ الغسل 7 مرات بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل منه، أما كلب الصيد فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد، يعفى عن ذلك، لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمن عليكم واذكروا اسم الله عليه ولم يأمر بالغسل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسل كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يأمر بالغسل، إنما الغسل 7 مرات شاه بالتراب يختص بالإناء إذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه سواء كان كلب أو غيره. أحسن الله إليكم.